Abnormalities of respiratory control هم مطلوبة. البالمونري بلاد فلو أيضا ما مطلوبة. الكابيلاري إكسشينج أوف فلويد هم مطلوبة. أجنانا الفور ستاندينج تو كاز موفمنت أوف ذا فلويد هذه مطلوبة. الفور ستاندينج تو كاز موفمنت أوف ذا فلويد أوتورد فروم كابيلاريز أند إنتو ذا بالمونري إنترستيشيا راح نجي نبينها شنو هي هاي القوة اللي تسبب حركة الفلويد. أولا الكابيلاري بريشر يكون 7، الانترستيشال فلويد كولويد أوزموتيك بريشر 14، النيجاتيف انترستيشال فلويد بريشر 8. The total outward force 29. Force standing to cause اللي هي شنو هي total outward force تعريفها. Force standing to cause absorption of fluid into the capillary هي القوة اللي تسبب دخول أو امتصاص الفلويد إلى داخل الكابيلاريز. يكون البلازما كولويد أوزموتيك بريشر 28. التوتال انوارد فورس 28. Thus the normal outward force are slightly greater than the inward force. يعني تكون الاوتورد القوة الخارجية أكثر are slightly greater than the inward أكثر من القوة الداخلية أقوى. Providing a mean filtration pressure at pulmonary capillary membrane راح تأدي أو توفر لي mean filtration pressure داخل البولمونري كابيلاري. أجي على الفلتريشن بريشر اللي هو يكون positive 1. This filtration pressure cause a slight continual flow of fluid from pulmonary capillaries into interstitial space. يعني خلي الفلتريشن بريشر راح continual راح يستمر بالفلو يخلي الفلويد يعني يتدفق من البولمونري كابيلاري الى داخل الانترستيشال سبيس and except for small amount of evaporates in the alveoli وطبعا باستثناء بعض الكميات الصغيره اللي يصير بها evaporation داخل الالفيولي. This fluid is pumped back to the circulation through the pulmonary lymphatic system. هذا الفلويد راح يرجع ينضخ مره ثانيه وين؟ للcirculation داخل البولمونري lymphatic system راح يروح للlymphatic system. البولمونري إدمة فقط أول سطر اللي هي filling of pulmonary interstitial space and alveoli with a large amount of free fluid يعني التعريف مالتها هي امتلاء البولمونري interstitial space والالفيولي بكميات كبيرة من free fluid. أجي على pleural effusion اللي هو تدفق داخل البلورال داخل الأغشية البلورال اللي درسناها بالمحاضرات السابقة همينا بس أول سطر منها means the collection of large amount of free fluid in the pleural space that cause of the effusion هم علينا بها causes بس التعريف مالتها اللي هي يعني جمع كميات كبيرة من الفري فلويد داخل البلورال space. أجي على الإنفيزيما اللي هو حالة مرضية يعني بالعربي معناها انتفاخ الرئة means excess air in the lung يعني ارتفاع نسبة الهواء بالرئة. This term describe complex obstructive and destructive process. It caused by من اللي يسببها by many years of smoking نتيجة يعني سنين طويلة من التدخن يصير عندي هاي الحالة المرضية. It's result from the following major pathophysiologic change in the lung. أولا inhaling smoke or other substances that irritate the bronchi and bronchioles caused chronic infection يعني inhaling smoke أو أما الدخان أو other substances اللي راح تأدي لي إن البرونكي أو البرونكيولز يصير بيهم infection يصير بيهم يعني التهاب أو يتجمع بيهم جراحة which cause parietal which cause partial paralysis of the cilia of the respiratory epithelium اللي راح طبعا هاي من يصير chronic infection ايش راح يصير عندي راح يصير عندي paralysis ضمور للسيليا مال respiratory epithelium واللي راح تخلي الميوكس ما يقدر تحرك out and out of the passageways. إحنا مو أخذنا بأول محاضرة ثاني محاضرة لما شرحنا respiratory passage وال يعني هي ال respiratory organs كلها قلنا إنه بها mucous membrane وأكو سيليا تساعد لي على حركة الميوكس membrane خارج الباسج وداخل. هنا أنا هاي الحالة لما أنا عندي صار ضمور بالسيليا مال نتيجة التدخين أو نتيجة عوامل other substances بس هو يعني أول سبب هو التدخين فراح يصير عندي ضمور بالسيليا وضمور بالسيليا راح يأثر على حركة الميوكس.
Also stimulation of excess mucus secretion occurs. وأيضا راح يخلي هذا الشيء رغم إنه هذا ما يقدر يتحرك النوبة راح تزداد نسبته لهذا راح يصير عندي infection لأن راح تزداد نسبة الميوكس وinhibition of the alveolar macrophage occurs وراح يتقل نسبة الماكروفاج الموجودة بالالفيلي so that they become less effective in the combining infection combating infection يعني راح يكون تأثيرهم نتيجة نقصان عدد الماكروفاج بالالفيلي راح يقل تأثيرهم على الالتهاب ما راح يقدرون يعالجوا لذلك راح يصير عندي انتفاخ بالرئة. The excess mucus and inflammatory edema of the bronchiolar epithelium both together cause chronic obstruction of many of the smaller airways. يعني ارتفاع نسبة الميوكس بالand inflammatory edema بالبرونكيول epithelium شو راح تسوي لي؟ اثنيناتهم هذولا راح يسببون chronic obstruction of many smaller airways. أجي ثالثا the obstruction of the airways make it especially difficult to expire يعني thus causing interpayment of the air in the alveoli and overstretching them راح يخليهم overstretching يتوسعون this combined with the lung infection causes marked destruction of as much as 15 to 80% of the alveolar wall يعني هذا lung infection راح يخلي نسبة الديستركشن اللي ممكن تصير 50 إلى 80% من الالفيولي وول. The physiologic effect of chronic emphysema increase airway resistance during expiration bronchiolar obstruction. يعني هاي الفيزيولوجيك effect التأثير الفسلجي مالت الكرونيك انفيزما ايش راح يأثر لي راح يزيد لي من الايرواي ريزيستنس راح يزيد لي من مقاومة الهواء اثناء الاكسبيريشن اثناء يعني اخراج الهواء بالزفير راح يصير عندي ريزيستنس بهاي العملية فد مقاومة معينة بحيث بصعوبة يلا الانسان يقدر يسوي عملية الاكسبيريشن The marked loss of alveolar wall greatly decreases the diffusing capacity of the lung. يعني نتيجة فقدان نسبة عالية من 50 إلى 80% من الالفيولار وول راح يصير عندي أيضا نقصان بكفاءة بعملية الديفيوزنج أو بسعة الديفيوزنج مالت اللانج يعني نسبة الأوتو اللي راح تسوي ديفيوجن أو نسبة السي أوتو اللي هم تسوي ديفيوجن للالفيولي راح يصير بيها خلل بسبب نقصان السعة مالتها نقصان سعة الديفيوجن أجعل أسمى اللي هو الربو. There is a spastic constriction of smooth muscle of the bronchioles usually due to hypersensitivity of the bronchioles to foreign substances in the air. يعني allergic as plant pollens or non-allergic as smoke. يعني الspastic ممكن يصير عندي أني spasm مثلاً بالتشنج بالتقلص مالت العضلات مالت البرونكيولز العضلات الصغيره موجوده بجدار السموث ماسلز اللي موجوده بالبرونكيولز واللي تكون عاده من سببها هايبر سنسيتيفيتي اوف ذا برونكيولز مثل ما قلنا انه البرونكيولز كلش سنسيتيف تو ذا فورين سبستانسز ان ذا اير This allergic hypersensitivity leads to releasing factor which produce the following effect. هذه allergic hypersensitivity راح تؤدي إلى مثلا إنتاج عوامل واللي راح produce the following effect وراح تسبب لي بهاي الإفكتات. أولا localized edema in the wall of the small bronchioles يعني edema ملحوظة localized مميزة بالwall مالت البرونكيولز. أو secretion of thick mucus into the bronchiolar lumen يعني إفراز نسبة عالية من المخاط ويكون سميك إلى داخل البرونكيولار اليومن spasm of the bronchiolar smooth muscles يصير عندي تشنج أو بالعضلات الملساء so the bronchiolar diameter reduced البرونكيولار القطر مالتها راح يقل during expiration than during inspiration the asthmic person after often can inspire quite adequately but has great difficulty expiring يعني الشخص المصاب بالربو يكون عادة التنفس عنده adequately but has great difficulty بالexpiring يعني عنده صعوبة راح يلاقي صعوبة بعملية الزفير